بحلبة مرسياس بأبو ظبي، كانت الدراجة المغربية ضمن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاصة على موعد مع الذهب من خلال الدراج سعد بن حمادي. الأخير فاز بسباق 5 كيلومترات ضد الساعة عن المجموعة السادسة بتوقيت 8:57. يوم جيت بقيت كنربح درع، صيفطوا لينا الثاني، بقيت كنبيدالي، لقيت شي وحدين سابقيني ولحقت عليهم ودزتهم وجيت انا الاول. بن حمادي كان قد نال يوم السبت فضية سباق 2000 متر ضد الساعة في انتظار باقي السباقات. انا فرحان من جيت البارح 2 كيلومتر، جيت انا هو الثاني الفضية، واليوم انا فرحان جيت انا الاول في الميدالية الذهبية، انا فرحان بزاف ومره اخرى عاود نجي انا الاول في البيكالات. تشجيع للجنة الرياضية الحمد لله ديالنا، استطاعوا انهم يحقق ان الرياضي سعد بن حمادي استطاع انه يحقق يجي في الدرجة الاولى ويحقق الميدالية الذهبية، وحق الله احنا جد مسرورين بهاد النتيجة، ومازال مازال الامل ديالنا اننا ان شاء الله يوم بعد غد ان شاء الله اننا نحققوا نتائج اخرين اكثر، يعني نضيفهم لهذه النتيجة في سباق 5 كيلومتر على الطريق. وفي سباق 5000 متر ضد الساعة الذي عرف مشاركة 4 دراجين، فبالإضافة لسعد بن حمادي لم يحالف الحظ محمد الهايل صاحب نحاس يوم السبت في سباق 2000 متر ضد الساعة، وجاء في المركز الرابع ضمن المجموعة الأولى محققا توقيت 7:54. ولدى الإناث حلت زينب مبشير في المركز الأخير ضمن المجموعة الثانية بعد تعثرها في إحدى مراحل السباق. بالنسبة للبنت كنا مراعين عليها، ولكن الظروف ما ساعدتهاش، سقطت في وسط الحلبة وضيعت الوقت وما ترتبتش في صفوف أولى. كنتمنى اننا ان شاء الله تدارك هذه النتيجه وتحقق لنا نتيجه اخرى ان شاء الله جد مرضيه ان شاء الله. ليلى البروش لم تكن احسن حالا من زميلتها في المنتخب مبشر، واكتفت بميداليه رمزيه في انتظار باقي المسابقات والتي يتوخى منها تجاوز الحصيله الحاليه لدراجه الاولمبياد الخاص المغربي.